بس ما شفت الاشياء اللي تاثر علينا بالديسيجن، المشاكل اللي ممكن تواجهنا او تاثيرها على توزيع الفيرست. يعني اهم شيء بالكراون اند بريدج انه الفورس ديستريبيوتد ايفنلي اوت فروم اول اور. فبالبدايه توزيع الفورس يكون متساوي على كل الاسنان، اوكي، حتى ما يصير بريشر اون وان ريتينر اون وان ابتمنت. بهالحاله يا اما راح يكسر لي البريدج يا اما راح يؤدي الابتمنت بحيث يكسر لي موبيلتي ونخسر البريدنتال سبورت. فاذا توزيع الفورس كلش مهم. شنو هي الاشياء اللي تاثر على توزيع الفورس؟ الفورس ديستريبيوشن هي الاسبانمنت. بسرعه تشوف شلون تاثر الاسبانمنت على الديستريبيوشن اوف الفورس. الارش كيرفتشر، طبعا هذا اللي نحكي عن ارش كيرفتشر اكثر شيء نحكي عن الريبليسمنت اوف انتيريور تي. وعندنا مشكله بالهير الابتمنت، اوكي، والتاثير على الفورسز، اوكي، والتلتد مولر ابتمنت و how to evaluate the path of insertion and the most difficult replacement in the canine replacement. الغرض من مثل ما قلنا design هو management of the destructive forces. أكو a lot of forces. أكو torquing forces. Torquing force اللي هي tend to move, okay, the tooth or the crown for self separation. أو أكو flexural tool. من يكون application of force on a surface. أكو modulus of elasticity of material. فالماتيريال يصير بيه flexing or bending. فهذا من يصير عندي bending معناه راح يقلع الريتينر on one or both side of the bridge. فلذلك design is very important اللي هو توزيع equal distribution of the occlusal force evenly over the entire mouth. هذا احنا شلون راح نسويه سريع نتكلم عنه. أول مشكلة راح تواجهنا هي span length. span length مثل ما نعرف هي distance between abutment. أوكي؟ فإذا كان عندي one missing tooth وإحنا قايلين قبل هذا الأيديال. فالديستريبيوشن أوف فورس يكون evenly وما عندي أي مشكلة، لا عندي torquing، لا عندي flexing، لا عندي أي شيء، فهذا الأوبتيمال اللي إحنا نطمح إليه. المشكلة وين؟ راح يكون عندي two or three missing. تبدي عندي المشكلة. طبعاً في هالحالة راح نسوي شنو؟ evaluation للأبتمنت والطرق اللي قلناها بالمحاضرة السابقة اللي هي evaluation للكراون root ratio, evaluation للroot length and shape, periodontal health and mobility, توزيع الأكلوزر forces كلها لازم نضبطها. يلا نبدي نبلش نختار الديزاين for crown and bridge. أوكي؟ فنرجع نقول من يكون عندي one single tooth ما عندي أي مشكلة the distribution of force. Okay, لكن تبدي المشكلة في من يكون عندي 2 or 3 missing teeth. اللي راح يصير كل ما زاد the number of pontic راح يصير more pressure على periodontal ligament. Okay, هذا واحد. More torquing على الأبتمنت. وقلنا هي torquing forces اللي هي tend to move a subject around axis. Okay. وطبعا التورك تؤدي الى ايضا روتيشن ويطلع البريدج من مكانه. اوكي، فاذا عندنا توركينج فورسز راح تكون مور كل ما زاد عندي النمبر اوف بونتي. بعد شيء يزيد عندي البندنج اور الديفليكشن اللي هو ريسبونس تو فلكشرال. اوكي، فلكشرال اللي هي فورس اللي هي تسلط على ستراكشر. فالالاستيسيتي اوف ماتيريال ايش قد الاماونت اوف الاستيسيتي؟ إذا مور إلاستيك راح يكون مور بيندينج، أوكي؟ مور ريجيد راح يكون لس بيندينج، أوكي؟ فإذا عندي البيندينج أور الديفليكشن لأنه كل قوة لها رد، كل فعل لها رد فعل، أوكي؟ فالقوة هي البيندينج فورس، النتيجة هي بيندينج أور ديفليكشن. طبعاً هنا البيندينج والديفليكشن علاقته مع النمبر أوف بونتيك، كل ما زاد النمبر أوف بونتيك كل ما زاد عندي الفلكسين أو البيندين، والعلاقة عكسية مع الأكلوزو فرنجايبل thickness of the pontic. يعني كل ما زاد الثيكنس كل ما قل البيندين. أوكي، هسا حتكون واضحة بالنكست سلايدز. فإذا all fixed partial denture حتى الـ one flex slightly when subjected to a load. أوكي، قلنا البرج موجود راح تتسلط اللود راح يصير فليكسنج، لكن هذا الفليكسنج ده لونج سبان راح يصير عندي ليس ريجيد راح يكون مور فليكسنج. فهذا 2.2 بونتيك، اوكي، وهذا 3 بونتيك.
بنشوف الاماونت اوف فليكسل اور بيندينج راح يكون مور. اوكي ليش؟ لانه راح يكون لس ريجيد. فهنا من يصير عندك بيندينج شو يصير عندك هنا بالابارتمنت؟ راح يخلع. اوكي راح يصير روكينج، راح يخلع الابارتمنت من مكانه. طبعا هذا فيري فيري بور بروجنوسيس بري بوندينج. البيندينج او الديفليكشن يتناسب طرديا مع الكيوب او السبالين، بينما عكسيا مع الاوكلوزو جايبر تيكنس. ايضا تكون واضحه بالنكست سلايد. وهنا معنا this mean من يكون عندي replacement of three posterior teeth شرح يكون poor, low good, low moderate prognosis. poor prognosis من يكون عندي replacement. ما يشوفكم مركزين ولا لا؟ هي دائما مركزة. شو اسمك؟ سارة. هنا single pontic، هنا double or two pontics، وهنا three. فشوفوا الamount of replacement or bending. طبعا هنا بال 2 pontic الفليكسنج راح يكون 8 times more than single pontic. العلاقة طردية، كل ما صار longer span كل ما زاد الفليكسنج، لكن الزيادة هي 8 times في حالة 2 pontic و 27 times في حالة 3 pontic. رجاء بدون كلام، رجاء انت ابو القميص الوردي شنو اسمك؟ عرفنا عن نفسك. ابو القميص الوردي اكيد ما اخو واحد غيرك لابس قميص. شو اسمك؟ مازن. ها اشرح لي شنو تاثير الفليكسنج و السبان لين فينيشنج. بس عندك سبانشن هي العلاج للسبان. ذاك اللي صار قبل قصدك كان مثلا البونتنج اس 3 يصير؟ لا هي شوفي العلاقه هي بس هي مو لينير، هي محسوبه بطريقه هم حاسبين، يعني مو مثلا واحد ودبل وكذا، فمو انا اللي مسويه هاي الكورليشن. فانت اذا نفهم هاي الكورليشن ليش 8 مرات؟ ليش 8 و27؟ دفهمك انه ماكو علاقه بينهم. لا خليني اقول عدد البوندك يعني صدق لا تيسر. اي كيو صحيح الكيو او نمبر اوف بوندك، بس انت تفهمنا بانه في حاله انت تو بوندك راح يكون 8 تايمز 20، في حاله 3 هو 27 تايمز. اوكي اللي راح يصير عندك شنو المشكله من يكون عندك لونج سبان؟ اول مشكله راح تواجهك بانه يصير ممكن فراكشر للبنيه. ما كملتوا النقطه مال الاوكلوزو والجنجايفا، شنو تاثيرها؟ اي عافيه فوق شو اسمه؟ ان هذا كونترول. تاثيرها بعكس كل ما زاد الاوكلوزو والجنجايفا ثكنس كل ما قل البنيه. فاذا هو شيء زين جيد او غير جيد، اذا زيد انت الاوكلوزو والجنجايفا جيد. اوكي فاذا معناه انه نيفر اند نيفر. شوف ذاك الفاكتور قلنا ان كنترول، يعني يجيك هي كيس مثل ما هي.
two missing three missing ما تقدر تسوي كنترول على البندنج بس تقدر تلقي حال. طبعا هو الحال هو كل السهل هسه كان قبل صعب انه هو الامبلانت امبلانت وان امبلانت ينحط ويكون امبلانت سبورتد بريدج هذا انسب حل للثري يونتس. من تسوي ثري يونت ترى تخابر يعني خصوصا من عندك 7 وكان اي يجيك البيشنت مرتين بالشهر واقع البريدج يعني فخاطر من يكون عندك 3 اي لازم يصير بس اي فورس عم يصير البندنج عالي يعني شفت الصور شلون البندنج عالي شوفوا شلون صاير بندنج عالي فمستحيل ما يفصل من هنا اوكي ذلك فور بروجنوسيس الا طبعا اذا سويت ايفالويشن للفورسز او مثلا انه هو ما عنده هيفي فورسز او الادجيسنت هي شويه بيها موبيليتي او الادجيسنت هي اصلا لابس فيكس بريدج اكو شغلات تسوي لها ايفالويشن ليش نقول ايفالويشن كلش مهم في هذه الحاله جازف تسوي هي زين فاذا هنا هذا الفاكتور انت كان كنترول ذس فاكتور تقدر انه تسوي الكلوزو جنجايفو ثيكنس هاي كل ما كان هاي كل ما قل عندك البندنج اكيد مع مراعاة ما له علاقه هذا اريد احكي على الديستريبيوشن اوف فورسز حتى ما يصير عندك فراكتشر اوف ذا كونكتور حتى ما يصير عندك بريشر على الابوتمنت موبيليتي كيريز حتى ينفصل مرات ينفصل الكينر من الابوتمنت بس البيشنت ما حاس يعني عندك مثلا تور كينر انفصل من الكينر وبعدها موجود على السكس المريض ما يحس بس هذه الموبيليتي راح يصير كيريز بيك فيجيك ورا ست شهور باقي كيريز هو اصلا مرات يصير اكستراكتد بسبب الموبيليتي هذا ليش؟ لان صارت فورس انت ما سويتها كنترول ما له علاقه بالاذر فاكتورز احنا نحكي على البايوميكانيكال كونسبشن اوكي فاذا اهم نقطه للتريتمنت هسه من هذا السلايد انه لازم يكون الكلوزو جايبه تكنيك تكون ها هذه وحده من التريتمنت قلنا شنو هي المشاكل اللي تصير عندنا ممكن يصير عندي فراكتشر بالكونكتر ممكن يكون فراكتشر بالفينير يعني فورس راح تسلط عليه ممكن يصير لوزنينج بالريتينر وينتهي بكيريز اوكي وايضا راح ياثر على البي دي ليجمنت زين هسه خليني نفكر انا وياكم شنو الحلو اول حل بيدينا هو شو نسوي نتحكم لا هذا سبان لا تريتمنت اوف لونج سبان انت اللونج سبان مفرط عليه فشين الاشياء الكونسنتريشن اللي تقلل او تساعد في توزيع الفورسز ايفنلي ثرو اوت ذا انتاير ريدج شو نسوي اول شيء قلنا الاوكلوزو جنجال فيكنس زين لا تسوي هالف اذا خليته للهالف راح يصير عندك البندنج 8 مرات هاي اول نقطه بعد منو ذاك اللي يقول لي شلون يكون شلون تكون ريجيد اور نوت ريجيد انت هنا تحتاجين ريجيديتي حتى ما يصير بريكج اي بهذه النقطه باللونج سبان انت تحتاج الريجيديتي فاذا لازم كلها تكون ميجر ريتينر مو ماينر ولازم تكون ريجيد كونكترز مو نون ريجيد فانت تختار من الديزايننج سواء كان الريتينر او سواء كان الكونكتر هي الموست ريجيد تايب حتى التايب اوف متل المستخدمه لازم تكون هاي ييلد ستريث بحيث تتحمل اوكي فاذا هذه ثاني فاكتور قلنا نزيد الكلوزور جايبل ثيكنس قلنا الكونكترز تكون ريجيد والريتينر تكون ميجر ريتينرز ما نستخدم هنا 3 كوارتر 3 مو هذه انواع اللي هي بيها مينيمال كفرج بعد شنو صار خلي امبلانت ابوتمنت لا اثنت اب امبلانت شلون كرام انت قاري ولا ما توقعت واحد لا بالسكندري ابوتمنت الحل هو السكندري ابوتمنت يعني نختار ابوتمنت وقت الثاني يعني مثلا اذا عندك ابوتمنت بس السفن وعندك لونج سبان فنفرض انه انت عندك الميسنج 4 و5 و6 3 ميسنج فالكناين ما راح يتحمل اوكي والسفن ايضا ما يتحمل فبالحاله تختار سكندري ابوتمنت سكندري ابوتمنت هو الحل من يكون عندي الابوتمنت ما تتحمل هذه الفورسز اوكي ناخذ اللاتر المفروض يكون 2 ابوتمنتس من السايدين حتى يكون even distribution بس هل هذا هو سهل أو لا طبعاً هو مو سهل هيك قرار بس عموماً إذا to minimize flexing أول شيء use double abutment هذا الابوتمنت هنا أنا طبعاً premolar هو ال one first canine second هو راح يكون ال canine
وهنا أنا أيضا حاطط الأي ويسمت على الكندري أبتمنت. فإذا خلوها ببالكم long span secondary abutment the first option. Second option من نسوي design يكون greater occlusion driver dimension. The connectors والبونت كلها تكون bulk as much as possible. وأيضا the process تكون مصنوعة من material with high strength and rigidity. واضحة؟ بس ال 5 إذا على هذا الصورة يعني بس هذا يعتبر long. هذا طبعا 2 pontic. الثري بونتك هو شايلة من الموضوع. يعني فعلاً اللاترال ترى اللور لاترال نهائياً بيتحمل. ما تقدر تسلط عليه أي شيء. أصلاً اللور لاترال أصغر من السنترال. لا هذا يعتبر لونج سبان؟ ها؟ يعتبر لونج هذا؟ هذا طبعاً هم يعتبر لونج سبان. هم يعتبر. تو هم يعتبر لأنه لازم careful evaluation. الأيديال هو الوان. فإذا أول حل هو تعتمد على careful evaluation of the case. أوكي؟ فإذا أول حل هو double abutment. ثاني حل أنه يكون الكونكترز rigid. اوكي والريتينر يكون ميجر ريتينر وبعد شنو عندنا والاوكلوزو جنجايفا فيكس يكون هاي واخيرا يكون البروسيسز كلها مصنوعه من هاي سترينث. هسه راح نجي على ثاني مشكله راح تواجهنا اكثر شيء بالانتيرير هي الارش كارتشر. ليش صارت عندنا من الانتيرير تي؟ لانه قلنا ان الاسنان هذه اللي هي فور انتيرير صايره اوتسايد انتر ابارتمنت اكسس. مش راح تصير يعني انت عندك هذا ابارتمنت فلنفرض انه المسنج هو مات فور انتيريور. اوكي فالابارتمنت عندي وين؟ عندي كناين وكناين. هذول الفور انتيريور راح يكونون اوتسايد الانتر هذا اللاين الاصفر اليلو لاين اللي هو اسمه الانتر ابارتمنت اكسس لاين. فايش راح يصير؟ من الشاطر من الشباب يقول لي ايش راح يصير؟ راح يصير مثل السيسو. اوكي راح يصير فلترام راح يصير الفرصة راح تصير هنا رأسه ينخلق من الصفحة الثانية. أوكي ليش؟ لأنه هاي مشكلة إنه الأسنان خارج الانتر أبطمنت أكسس لاين. زين شنو هو اللي يجعل هذه المشكلة مور وورس؟ إذا كان عندك تايبرد أرج راح يكون لونجر أرج راح يصير الدسلوجن كلش عالي. كل ما كان سيركولر أرج سيركولر أرج شيء كل ما كانت المسافة هذا الليبر أرج أقل فكانت الدسلوجن أقل. لأن هسه صارت عندنا مشكلتين. أول شيء هي مشكلة في وين تحدث بأي منطقة في الانتيريور ريجن ما لها علاقة باللونج سبان. هسه أخذنا اللونج سبان بس الكيرفتشر هسه احنا ارش كيرفتشر هذا الفاكتور هذا ارش كيرفتشر وين تصير هاي المشكلة؟ بالانتيريور تي. ليش تصير هاي المشكلة؟ لأن فور انتيريور تي اوتسايد ذا انتر ابوتمنت اكسس لاين. زين عيني؟ شنو اللي يجعل هذه المشكلة worse اللي هو taper of the arch. شنو الحل؟ هنا ما عندنا غير هذا الحل اللي قال لكم علي زميلكم كرار اللي هو secondary abutment. ما عندنا غير secondary abutment يحللنا هاي المشكلة. على أن يكون يعني هسه احنا عندنا مثل ما قلنا المسنج هم الفور anterior الفيرست abutment هو الكناين. هل الكناين راح يشيل هذا الرج؟ لا. ليش؟ راح يصير مثل فلترام. اوكي هذا يلو لاين. ضفنا على الحل شنو؟ الحل انه سوينا preparation للبريمولرز اللي هما first premolar on both sides بحيث تصير المسافة بينا اللي هي الار المسافة اللي هي from the secondary هذا سمي secondary retention okay or secondary abutment inter access line مساوية للمسافة اللي يبتعد فيها البونتك عن primary inter abutment access line. أحكيها بالعربي فهم أيضا؟ أحكيها بالعربي. شوفي هذه عندك أنت هنا عندك هذا اليلو لاين هو الانتر أبوتمنت أكسس لاين. أوكي هذه الأبوتمنت. أوكي هذا اليلو لاين هو الانتر أبوتمنت أكسس لاين. سوينا سكندري أبوتمنت فصار عندي هذا الجرين لاين اللي هو شو نسميه؟ سكندري انتر أبوتمنت أكسس لاين يعني صار عندي هو أبطمنت. أوكي فلازم تكون المسافة حتى أضمن إنه ما يصير عندي أسفلترا ويطلع الرج إنه المسافة منها بين تي وبين آر بتكون مساوية لهذه المسافة اللي هي بين الأبط بين البونتك وبين البرايمري لاين. واضحة؟ هذه المسافة اللي يبتعد بيها أو مسافة البونتك مساوية للمسافة اللي هو يبتعد بيها السكندري أبطمنت عن البرايمري لاين أو البرايمري
انت ابطمنت اكسس لاين. اوكي شلون نخليها مستعجل؟ شلون؟ ونحضر الفون. وش ما اسوي بس اسوي اوبريشن على البريمونز بس حتى يفهمين الميكانكس مالتها ليش صار؟ شنو هاي المشكلة اللي راح يسوينا اياها؟ هم من ذا سيم والاب اس افلكرام راح تيجي تسلط الفورس عليه ايش راح يصير؟ يا اما يخلع او ينكسر من واحد من الابطمنت راح يصير اكسسيف لود هنا على الابطمنت. على الاضعف يصير. على الاضعف. اي اعتيادي هم راح يصير على الاضعف ابطمنت اللي هو شنو قصده بالاضعف؟ اضعف مثلا الروت كونفجريشن طبعا مثلا هنا في هذه الحالة الانتيريور هي اضعف. او الاضعف ريتينر الاضعف قصده بالديزاين يعني مثلا انت مستخدم 3 كوارتر كران هنا وفول كفرج هنا فالاضعف هو وين انه ايه البارشر كفرج راح يكون الاضعف فالاضعف هو توث والاضعف هو ريتينر. اوكي فهنا اللي راح يصير بانه انت اصلا راح يصير هيوج ستريس اذا ما في هذا الاضعف راح يصير هيوج ستريس على الاضعف من جيت خليت هذا الموضوع موجود في البيرش راح يصير راح يصير اب از ا فالكرام مثل ما قلنا مثل السيسون راح تسلط الفورس مالنا راح يطفر يصير بي روبينج من الجهه الثانيه. اوكي زين ايش راح يصير به اما روبينج اور بيندينج؟ اوكي راح يصير تنشن بين الابارتمنتس. اوكي وممكن ايضا قلنا عليه ممكن يفتح وما يحس به المريض وارس يفتح من جهه وما يحس به المريض بسبب صار روكينج طلع من مكانه بس هو ظل ثابت بالاذر ابارتمنت. اذا ما يجيك ذاك يوم جتيني وحده شيله وتحطه كيف يعني فاكو مريض هو يعني ما يحس انه هو مفتوح فهذا مشكله يفوت جوا سيس كيريز ويفوت راسه بول كيريز ما تجيك الا البريج ورا سنه وهو اصلا الابارتمنت رايح فتشيله بهالحاله وتسوي انذر ديزاين انه تسوي اوبريشن على النكست ابارتمنت. قبل ما نجي شنو الحلول؟ شلون نقلل مشكلة البير ابارتمنت؟ شو نسوي؟ هي حلين لا ثالثة لهما. ها؟ عفوا دكتور. أول شيء هنا 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 ها؟ لا لا أوكي سكندري ابارتمنت. بس الكيس لا هو عندنا بير يعني ما عندنا راح أسوي سكندري. عندنا حلين هنا الافضل نخلي ريجيد لو نون ريجيد كونكت عافيه نون ريجيد حتى يكون اذا كان تو بارت بريدجز هذا راح يكون انسرشن وهذا يكون انسرشن بالاذر سايد ويسوي له كي الكي واي بس راح اشوف شلون يصير كي والكي واي الاذر ثينج شلون نسوي ما عندك يعرف كان شو نسوي كان دكتور لا مو تايب كان تريد شلون؟ أنت قاري. نعرف يعني كل واحد يقرأ المحاضر كان تريبر. الكان تريبر هو اللي راح يحل لكم المشكلة. شوفوا هنا عندنا هاي المشكلة. خلينا نشوفها. أوكي. هنا عندنا البير أبتمنت موجود. أوكي. وهنا عندنا الكناين. الكناين أز أبتمنت. وعندنا اللوست هو الفيرست بريمولر. فراح يكون الفيرست أوبشن إنه يكون هنا نون ريجيد كونكتر بحيث هذا نسوي له إنسرشن. وهذا ايضا نسوي له انسرشن سيبريت هذا مو بس يساعدنا بالباث اوف انسرشن اند ريموفال بس هم انه يصير مثل ستريس ريلاكسينج عرفت شلون يعني من تسلط ستريس من يكون شيء ثابت شيء يصير بي ينكسر بس من يكون شيء هو موفابل اوكي راح يوزع الستريس اوكي بس لازم نضمن بانه يصير ستريس ما يصير بي انسيتنج بالعكس هسه راح نحكي شلون نسوي الديزاين بحيث من يصير ستريس يصير الستريس هو يدفعه ويصير السيت مالته بالكيوي اوكي هذا اول اوبشن للحل ثاني اوبشن شنو هو الكانتيليفر يعني هذا يعني هاي الكي اللي قلت عليها مو ما ملتصقه لا لا ما ملتصقه اكو بصراحه هي كي كيويز هذه فد بحد ذاتها هي ديزايننج اكو بيها يمكن فيكست وأخو بيها بس هي بشكل عام هي ستريس ديستريبيوشن المفروض مو هي شوف هي نوع المعادن المستخدم اختلفت كانت ملايبل مور ملايبل يعني من يستخدم جولد نهائيا ما يستخدم سيمنت
يعني خلي ويسوي له تابينج. اذا عندكم بيبيه جيت مسوين جولد بريدج شوفه شلون من ينزل شوفه اول شيء لاطش الجولد بالسن مستحيل يعني تقدر تطلعهم عن بعض رقم واحد بدون اي سمنت بدون اي لاين هو ملايبل يعني الجولد هو ذا بيست ميتال فور بريدج وورك زين يعني فتشوف انه يتحمل مطوافه هو اصلا ما يحتاج له بينما يمكن اكو لا تخلي له مثلا بوندينج او شيء حتى تضمن بس هو حتى لو خليت له بوندينج ما راح تتسلط فورس بدل ما ينكسر ايش راح يصير راح يفصل فبالنهايه هو ما راح يؤذي التو ولا راح يؤذي تو ستراكشر بانه راح يصير الموبيليتي مالته ممكن يصير موفمنت للبونتك ويصير كيريز جوا ما راح يتحرك بالعكس هو بس مجرد راح يفصل الفورس ما هو هنا بروكن ذا ستريس بروكن ستريس ميكانيكال يونيت اوف ذا ريتينر باي دوكتال كي واي اند بونتك والحل الثاني اللي هو يكون كانتيليفر اوكي فما نحتاج هنا فما راح يكون شغله از اتنكرا فإذا هدفنا هو transfer of the stress to the supporting bone rather than concentrating on the connectors. Minimize the major distal torquing of the abutment while permitting them to move independently. فرح يتحرك مثلاً هنا أنا independently فما رح يصير more stress على ال bridge okay أو على the abutments. هنا صورة تشوفوا كشون يكون the key with the keyway. طبعاً هنا أنا هذا كيوي هو يكون شكله مثل الدوكتيل أوكي والكي يكون شكله تيشي لكن هل هاي الصورة البوزيشن مالتهم صحيح؟ يعني كي هنا أنا هذا وين محطوط الكيوي؟ محطوط على البونتيك لو على الرتينة بين الكار على البونتيك محطوط على البونتيك وهنا وين محطوط؟ على الرتينر اللي هو البير أباتمنت رتينر بينما هم المفروض يكونون بالعكس ليش اختارتكم هاي الصوره لانه يعني مش قد دورت في الانترنت ما كان موجود انه صوره لكم يا شوفكم يا صحيحه ما لقيت بس هذا فاذا هذه اللوكيشن مالتها غلط المفروض بالعكس الكي وي يكون على الديستال سيرفيس اوف ذا بيريتينر والتي شيب تكون على البونتيك عساتكم كونفيوجن شويه مو كونفيوجن بس حتى تشوفوها لانه بس راح اشوفكم الصور اللي وراها ضاعوا هنا صوره ما واضحه بينما هذيك شفتوه شلون صارت كي وي اوكي هنا انا هاي كلينيكال كيس فيها بير ابارتمنت سوى بريبريشن وريدكشن هنا انا طبعا هذا تو بيسز مو وان بيس بس من بين الميتال تشيك اب هنا بالسيراميك تشيك اب شفت انه هذا الجزء مفصل سيبريتد عن الجزء وهذا الفاينل فيكسيشن مالك اوكي فما واضحه عندنا في الصوره شلون يكون الكي وي هسه الكي وي وين يكون موجود في الديستال سيرفيس اوف ذا of the retainer of the pair with will T shape when يكون at pontic صار لكم confusion زين هسه ليش هسه هذا هنا اوكي هسه يا هو الاصح ركزوا يا حبابي هذا البوستيريور هذا البوستيريور موجود ديستال ديستال اوف ذا سيرفيس اوف ذا رتينا هنا بالميجا سيرفيس اوف ذا رتينا لان الاصح انه يكون بالديستال سيرفيس اوف ذا رتينا ليش؟ ترى لان البوستيريور تكون اقوى لا هذا السبب يمكن ما راح تقدر تعرفه راح اساعدكم لانه البوستيريور تيب تقريبا الفاست ميجوريتي مالتها اللي هي 89% من يتسلط عليها فورس try to tilt or lean usually okay ما لنا بس اين بدنا البوستيريتي من يتسلط اي بوستيريتي ما لنا علاقه abutment pontic whatever اي posterior tooth من تسلط عليه فورس tend to lean usually فهذا medial tilting اذا خلينا الكي واي اذا خليناه بالديستال سيرفيس والتوث راح يتحرك ميجالي راح يصير سيتنج سوليدلي راح يقعد مكانه بينما اذا خليته من الميجال سيرفيس اوف ذا كاناين هذا هنا اذا خليته من الميجال سيرفيس اوف ذا كاناين ايش راح يصير؟ ما راح يتحرك راح يصير ان سيتنج اوكي فمن يصير ان سيتنج راح احنا وين يكون الايفكت مالتنا على الكاناين راح يصير الريتينر موبايل وراح يصير عندي كيريز اند موبيليتي بالكاميرا فاذا اذا كي واي از بيس اون ذا ديستال سيرفيس اوف ذا بير ابارتمنت فالميجيال موفمنت هذا اللي راح يصير
as a response to the forces, راح تحاول إنه سيد the key into the key way more solid. بينما إذا خلينا the medial surface, okay, فإنه من هذه the forces اللي راح يسويه هو unseated, راح تدفع بالعكس, okay. فإذا راح هذا طبعا راح يسوي نوع من أنواع psychological mobility in the canine أو even failure of the retainer أو حتى fractional كل شيء صحيح. فإذا هسه قبل ما نبدأ على المشكلة الأخرى واضحة الفكرة من يكون عندك pair abutment من يكون عندك long span secondary abutment واستخدام الرجي كونكتر. شوف الفرق هنا بينه نختلف بينه انه بيكون عندي الارش كيرفيتشر راح استخدم ايضا سكندري ابتمنت اوكي ورجيد كونكترز ورجيد ماتيريال. هسه من صار عندي بير ابتمنت لا هسه اني اتوجهت وين على النون رجيد كونكترز او حتى الكانتيليفر اي نوع من انواع المينيمال كفرج ليش حتى اقلل الفلترم اوكي وعرفنا وين نخلي الكي والكي واي اللي هي بس يعني هي بس شغلتين وعندنا مشكله بيها نستخدم نون ريجيد وين نخلي الكي والكي واي. هذا ملخص الكلام واضح احد ما مفتهم تو بس هيك اوكي تمام. شو اسمك ام الوردي؟ جوان. اوكي تمام اكيد ما صافنا منها منا اوكي. فهسه راح نجي على مشكله اخرى هي الفلتد مولر وهذه راح كلش مور فريكوينتلي راح تشوفوها بالعيادات. يقلع السكس يعني هو السكس ذا فيرست تو ايروبتد ان ذا اورال كافيتي فانه هو ذا فيرست تو ايفن انه هاف بادي كاريس ليجن ويجون الاهالي راسا طبيب الاسنان الحباب يقلع لهم اياه بدون ما يسوي لهم ريبليسمنت او سبيس كونتينر يعني بين ما يصير او اكو بعض الحالات المصاب صار كيرفول ايفالويشن والسبب بعده ما طالع بحد معين بحد بعده ما ماخذ الدايركشن مال ايربشن يقدر يقلع له 6 حتى ال7 يجي يقعد بمكانه. مرات هاي الكيسات تجي تستصفن عليه هذا 7 خصوصا اذا انت زين بالاناتومي اذا انت الاناتومي هذا 7 لو 6 فما تتخيل انه هو قالع ال6 قبل ما يصير eruption or movement لل 7 فال 7 يطلع يقعد مكانه. في حاله الـ early extraction اللي راح يصير هو tilting لل both premolars راح يصير بيهم tilting. هنا راح تجي مشكله، المشكله انه تريد اول شيء صار عندك different path of insertion and removal. نشوف هذا اليلو لاين هذا الـ path of insertion of a premolar بينما اشوفه شلون صاير ما له علاقه بالمولر. نفس الشيء الباث اوف انسرشن اوف ذا برين مولر وما له علاقه تماما بالبرين زين الحل شو نسوي؟ اذا حاولنا نسوي كوركشن بالبريبريشن راح يصير فيري هيفي ريدكشن ومرات بعض الحالات شو يصير عندكم؟ راح يصير عندكم بعض الحالات انه الايت يدخل بداخل السبن اوكي فنهائيا ما تقدر تسوي بريبريشن من تسوي بريبريشن لازم تاخذ من الايت همينه فمشكلة أوكي. فإذا هو نرجع إنه early loss of mandibular first molar, medial tilting and drifting, the second and third molar, impossible to achieve common pair of insertion. ونحتاج إلى excessive preparation to be done. وفي نفس الوقت هنا حتى لو سويت excessive reduction ما راح يخلي إذا تشوف هنا هذا الجزء ما تقدر تسوي له preparation هذا بال eight. دكتور عادي نطلع منه. انقلاع عادي يصير حتى اسهل شيء عندي في الخيال سوي كيرفول ايفاليشن عندي مرات السن اذا 8 يعني مرات ال 8 تجيك حالات فانكشنال يعني احنا ليش نشيل ال 8 ال 8 نوت فانكشنال ما يفيدك كوظيفه فمن يسوي لنا خربطه نشيله شيء بس من يكون مرات هو مثلا معتمد عليه ما عنده السن ما عنده 6 بس عنده 8 شغال واوكلوجن طبيعي وفتشه كبير متحمل الموضوع ليش تقلع عليه عشان هو الظن؟ لا لا ليش كيس قصده؟ بس هو أي قلع هو الحظ. بس مع ذلك careful evaluation إذا أنت راح تسوي له أورثو قلع إذا ما راح تسوي له أورثو عندك هسه أقول لك على الديزاين. طبعا نأخذ منه شوية مثلاً كومبوزيت. شو؟ نأخذ منه شوية. حل هي صاحبنا أبو كونزرفاتيف نأخذ منها ونسوي له. ما يصير دكتور؟ انت لا تكتب لي هيك بالورقه من اصلا اهلك شكت سويها بالعياده بس لا تكتب لي زين فاذا الحل اول شيء اورثودونتيك كوركشن لكن هي الاورثودونتيك كوركشن سهل مرات سهل ومرات لا يعني من يجيك يا
young patient سوي له orthodontic خصوصا عندك اللي orthodontist أو زميلك وياك في العيادة orthodontist لأنه راح يطلع عندك الأيد وراح يسوي أبراتيك للسبب وحتى خلال هاي الفترة ما راح يتحرك هو عادة الأورثو يصيرون ديبوزيشن وريزوربشن وهذه أيضا راح يعوض لنا اللوست أوف تو ستراكشر هذه التريتمنت كلها راح تاخذ تقريبا 3 مانث ووراها راح تقدر تسوي أوبريشن عادي لكن هذا حل كلش مثالي نهائيا ما من تقول له هذا ما يصير وروح سوي غير شيء وقول أورثو يقول تعجب مليون وربع وانت راح تقول له يجيب مليونين راح يبطل أصلا ما راح يفكر يسوي بريج زين وهذا الحل المثالي فانت شنو الحلول اللي عندك هو انا عندنا حلول اللي هي نوع الكونكترز ونوع الريتينر راح نستخدم هنا فيرستلي 3 كوارتر اور هاف كرام زين ليش بتسوي الحاله الاولى عندك هذا البارشال كفرنج بحيث نقدر نسوي البريبريشن الالاينمنت بحيث نوازي الباث اوف انسرشن اوف ذا اذر ابرمنت بدون ما نسوي preparation للأبرفار راح يصير minimum cover سواء half crown three quarter crown فراح أقدر أنا راح أسوي control للpack of insertion and removal of the restoration okay رجاء بدون كلام هذا أول حل ثاني حل رجاء بدون كلام ثاني حل هو شنو استخدام النمرج الكونكتور okay اللي هي اللي تشوفون هذا مثل سليب أو كيوي ينحط على الأبرفمنت okay نحاول نسوي ما راح يسوي كنترول للفون باك وان باك اوف انسرشن اند ريموفل وهنا راح يكون السليب هو اللي يكون الباراليزم من السبب وراح تنحل المشكله والثالث اللي هو المور اكيوريت والبريفيربل اللي هو التلسكوبيك كراون تلسكوبيك كراون يعني يسوي بريبريشن على السبب عادي ويجيب متل كوبينج هم راح يسوي بروتكشن للدور اوكي لانه هذا هنا مينما كبر يسوي لنا مشاكل اول شيء لازم عندك هذا الديستال بارت فري اوف كيريز ما عنده هاي كيريز اكتيفيتي لانه عاده واحده من مشاكل البارشل كفرج صحيح هو سيلف كلينزنج اي اجري وذ يو اذا كان البيشنت يسوي كونفورم داز هو سيلف كلينزنج سيلف كلينزنج اللي فرشه الاسنان توصل له اذا هذا تمام بس اكثر البيشنتس ملتزم بهذه فراح تكون بالعكس بعد راح تكون عندك كيريز بي اوكي فهنا اذا كانت الامور عندك تمام وتقدر تسوي بارشل كفرج اوكي اذا تقدر تسوي هذا طبعا هذا راح يصير ديزاين باللابور وهذا بعد احسن لانه هذا راح يسوي انت بريبريشن على الاسنان وبالريتينر راح يخلي لك سليب او كي او كي وراح يكون البريج يقعد على تو بارتس فما عندك اي مشكله هنا التلسكوبيك كراون اللي هو كراون تحط على السبب وبعدين تسوي بريبريشن فولو ذا path of insertion and removal of the other abutment وتحل المشكلة بدون excess reduction على السبب اوكي واضحة الفكرة فإذا شلون نحل هاي المشكلة باستخدام أول شيء partial coverage تشوفون الفرق كل مشكلة وحلها أكل مشكلة لا الريد كلش rigid connectors الريد كلش maximum coverage للريتينر وأقول لا هذه حالات اللي نشوفها بالتلتنج لا احنا ندور على النون rigid connector على partial coverage وعلى التلسكوبيك crown اللي هو the ideal ليش؟ لأنه هم رح يسوي protection للتو structure وهم يعني احنا هالحالة رح يسوي control للباراليزم مال preparation احنا نقدر نسوي له لا هسه صار preparation of restoration عندك restoration قاعدة وانت رح تصير موتو وانما سوي كنترول شو تسكوب مثل ما قلت لك انت تسوي preparation عادي ما يحتاج تسوي preparation according to the paralysis ويا الاذر سوي preparation عادي تجيب له metal coping metal coping شلون مثلا لما تسوي سيراميك يجي فد metal coping عن metal coping انت تسوي paralysis another preparation تسوي sedation after 24 hours يجي في patient طبعا هذه كلش نادرة نشوفها يعني technicians هنا يعني شو تسوي لك هاي الاوبشن مالنا نرجع بس يمكن الله يوفقك وتروح الامريكا ان شاء الله وتصير سبيشالست فهذه كلها تسووها ماكو شيء تسووه وهذه الكونكترز نون رجل كونكترز ترى يعني تشابتر كامل كل شيء دوش لانه هذا يعتمد على شركات متقدمه ماكو شيء ساينتفك احنا نقطتهم هنا ساينتفك حتى تفهموها وين تحطوها بعدين التطوير والكذا والعروض والشركات واللي ما اعرف ايش هم في حاله كومبيتيشن بيناتهم اوكي حتى يجيبون ميك مور ماني مور بزنس مور انفستمنت اسمهم هذول الشركات فطبعا طلعوا بس احنا من نحكي اكاديمي
نعطيكم اكاديميك نعطيكم وين تحطها بقت شنو الديزاين سليف سبرينج ما اعرف ايش سيمنتد نون سيمنتد بعد انت وشطارتك إذن هذه نرجع هذه إعادة سريعة لأنه design of the preparation could be unified in a harmony with the line of the draw requirements of the other abutment and the adjacent teeth will be in a settlement site satisfying all the preparation criteria for the tension and the protection. In that case, the metal topping could work in the axle. هذا النوع من الريتينر أو المنظمة هذا المينيمال كفرج يكون فقط نستخدمه شوفوا هذا كونترا انتيكيتد إذا كان عندك أبو كيريز بالدستس سيرفس فإذا مثلا من الإنديكيشن مالك لازم يكون الدستس سيرفس انتاش باي كيريز أو كالسيكيشن وفي نفس الوقت lower incidence of proximal كيريز throughout the mouth وايضا في there is a severe marginal ridge high discrepancy between the surface of the molar and the lesion of the third molar okay but proximal hallux crown now is contra indicated okay مرات marginal discrepancy in a guide for example نهائيا هذا design يكون contra indicated والنون ريجيد كونكتر نقدر نستخدمها ايضا شينا عنها بانه بيسمح لك the movement of the bridge without interference with the telescopic crown. How to evaluate the path of insertion or anterior هذه يعني إنه parallelism هذه يحتاجين إنه بعد ما تكمل preparation يمكن قال لكم أول محاضرة وقلت لكم سووا break بعد ما سووا preparation سووا break تفتحون بي تشربونكم شاي تشربونكم قهوة تشربونكم جيجارة أعطي ذكرت بدون التنجيل التدخين بس مو أرجيلة تقعد تأرجل يعني ما أريدك تسلطن أريدك بس تركز وراها تجي لأنه ترتاح عينك لازم فقرة إنه عينك ترتاح لازم وتكون أنت مرتاح حتى تشيك الباراليزم هنا تشيس خفيفة يعني مثلا راح تباوع أنه لازم يكون الميجيول ويا الميجيول والدستل ويا الدستل فأكو هنا في الطريقة مثل المرر وإسمها موجودة بس باراليوميتر بس ما أصور إحنا نستخدم عادة ونستخدم عادة فيجين وإذا كان وياك زميل طبيب أسنان يمك ممكن يساعدك عين ثانية ممكن تساعدك لأن هذه كلش مهمة وتأخذ منها أشياء معينة ضل كل ساعة تريح عينك تأخذ لك فترة ريلاكس وترجع تباوع عليها إما تشوف الباراليزم مربوطة أو تستخدم بعض الأيدز أكيد هسه أكو شركات بس تدور على الشركات تكتب باراليوميتر يطلع لك كوما كومبانيز وكوما هذه وأنت تقدر ترتب حالك بس هو إحنا نستخدمها هو نستخدم باي فيجن أفتر ريلاكسيشن عينك مثالا أنا بر بروبلمها عيني أي خلاص الوقت كيفك ما أشرح لك هذا آخر سلايد من هذا أبو خمس الوقت يلا سجل حضور بين ما أشرح لك دكتورة كملي دكتورة كملي بس هو هذا هنا المشكلة الأخيرة اللي هي تعتبر trouble و complex سمو complex هو الكناين replacement الكناين replacement إذا كان included in your bridge فهو achievement لكن من يكون هو نفسه ريبليسمنت ما تكون مشكله لانه يعني صار بالفلكم بالكورنر اوف ذا ماوث فهذا يسوي لك مشكله هو بحد ذاته يسوي لك مشكله وهنا عاده هو دائما اوتسايد ذا انتر ابتمنت اكسس لاين هنا الماكسيلري مور ديفيكولت دائما يجيلر هسه راح نشرح على الليبيال واللينجوال دايركت فورسز عليه وهنا أنا من عندك كناين ريبليسمنت بليز بليز ما تقدر رجاء يريد يطلع آخر خمس دقائق يريد يطلع خلي يطلع خلوني أكمل رجاء عندك خمس دقائق أصبر بيها وراها أشي شتري فهنا من الصعب جدا هذه النقطة خلوها ببالكم من الصعب جدا no fixed bridge replacement a canine should replace more than additional يعني يجي تعوض بيه كناين بريمولر كناين ولاترال نهائيا ما ينجح عندك أو ينجح في حالة إنه تستخدم دبل أباتمنتس أوكي دبل ريتينر هنا إنه الريبليسمنت عادة هي الـ
two teeth اللي هي يعتبرون the weakest teeth in the oral cavity اللي هما lateral والpremolar. بس ما عندنا other choice. okay. بس بالimplant طبعا هذه بالimplant تدرس هذه هاي رقم واحد. وكو هواية generational جديدة إنه البونتك موجود ومثل الفايبر reinforcer هذا كان على أساس مقترح موضوع الدكتور عماتي إنه يكون single tooth replacement without preparation اللي هو يكون يجي الابوتمنت وورا مثل الفايبر اوبتيك فايبرز اوكي لان يكون بيها بروبرتيز عاليه تكون كونكتد. فما ادري انه هذه الشركات موجوده هسه هذا الحكي قديم قبل 6 سنين ما اشتغلنا به بعدين بس يعني كانت هي فكره حديثه انه نعوض تو سنجل تو ريبليسمنت ويكون مثل الفايبر باندل تكون تاتشز اون ابوتمنت وتكون كلها از امانو بلوك لانه كلها تكون هو فايبر اوبتيك ريزن والاديزف هو رزن اوكي فيصير ديستريبيوشن للفورس فيكون سنجل ريبليسمنت يكون ايضا بروتكتيف فروم كراون بريبريشن اوكي نوع من انواع الكونزرفاتيف. ليش الماكسيلاري مور وورس ذان ذا ماندبولا؟ لان الماكسيلاري اذا تشوفون الكنان شلون طالع اوكي عن الالاينمنت فالفورس دايركشن اوف فورسز راح تكون باتجاه الاوتورد اوكي ذا ترانسميتد اوتورد الليجل دايركشن تسوي له انسيتنج اوكي للبرج. بينما باللور بالعكس الفورس تكون مسلطه ليبيال انسايد فما تكون خطوطتها اكثر من الماكسيلاري اوكي واضحه الفكره. فهنا الفورس تكون اوتورد هي تخلع عن البرج اوكي هي الفورس اوف ماستيكيشن. هنا بالعكس الفورس تكون ويا الدايركشن تخلي سيتنج ان السكريز اوكي. فاينالي ان كيس اوف كانان ريبليسمنت تعتبر the more complex fixed partial denture, no fixed partial denture replacing canine should replace more than one additional tooth. When attached in a support from secondary abutment should be considered. When electrical space created by the loss of canine is restored by implant or removal partial denture. Okay. So last but not least, صفين بعد لا تتحرك بالمحاضرة زين؟ بارك.